الله. احنا بالنسبه للساكنه ديال جي اش 2 لي زابارتمون ديال البهجه، مشروع ديال البهجه اللي كينتمي النفوذ ديال الجامعه الترابيه سعاده، كنعلم واحد المشكل اللي هو عواصم المده هذه. بالنسبه للساكنه كتطلب بانه تلتحق بهذا لي زابارتمون كما كتشوفوا امام الوراء ديالنا، مده ديال ما يناهز واحد العام ونص تقريبا حتى العامين. كاينين الناس اللي كاريين، كاين الناس اللي كتعاني بزاف، منهم ارامل، منهم الناس اللي فقدوا الوظيفه ديالهم وكاريين. كنمشيو عند المسؤولين ديال الضحى، تيقولنا انه راه كاين مشكل ديال الجماعه. احنا ما تونجاجيناش مع الجماعه باش نمشيو عند الجماعه، تنمشيو عند الضحى المره الثانيه والمره الثالثه والاربعه ديال المرات، كيخبرونا بانه نمشيو للجماعه، وكنقول لهم راه حنا ما اونجاجيناش مع الجماعه. حاليا اليوم اللي هو 8 في الشهر، كانوا وعدونا انه 15 يوم غادي يتلقى الحل هاد لي زابارتمون هادو. مشينا اليوم تجمعوا الناس، الساكنه ما يناهز واحد 20 فرد، مشينا لتما. ما كاين الوعود اللي كانوا قالوا لنا هما اللي كاينين، ما كاين حتى شي وعود اللي هي كتفرح هاد الساكنه هذه. وغالبيه الامر انه تيرجعوا المشاكل، كاينه مشاكل بينهم وبين الجماعه. دابا حنا بينا نعرفوا شنو هو المشكل الملموس اللي هنا كاين بين الجماعه وبين الضحى. كنطلبوا من المسؤولين انهم يوقفوا واحد الوقفه ايجابيه بالنسبه لهاد الناس هادو، لانهم راه كيعانيوا بزاف، كيعانيوا مشاكل متعدده وما يناهز سنتين وحد الناس كيتسناو لي زابارتمون ديالو. كما تعرفوا انه جا الكونفينمون وصبرنا وكذا وقاسينا وعانينا، ولحد الان باقي ما تسلمناش هاد الشقق ديالنا اللي هو حلم ديال جميع الساكنه هادو. كاين اللي مخلص، كاين اللي مكمل الخلاص ديالو، كاين اللي باقي مونجاجي مع لي بونك، الناس كتقطع عليهم الى اخره، باقي معطل عندهم البيرمي دابيتي. تيقول لك البيرمي دابيتي باقي ما تسناش، راه داز عليها مجموعه ديال الادارات اللي هما سبعه ديال الادارات، راه وافقوا لهم جميع الادارات الا الجماعه. بينا نعرفوا شنو هو المشكل اللي كاين بالنسبه لهاد الاقامه السكنيه ديال جي اش 2، مع العلم ان جميع لي زابارتمون اللي كاينين تسلموا للساكنه في المواعيد ديالهم الا هاد الشطر هذا ديال جي اش 2. كنطالبوا من المسؤولين انهم يعطيونا شي وقت محدد. انا سيدي من الساكنه ديال محاميد 10، من الشقق السكنيه ديال الضحى اللي كاينين في محاميد 10 جي اش 2. حنا سيدي متضررين بزاف، جينا درنا اليوم وقفه، جينا باش نهضروا مع الناس، حتى واحد ما بغى يهضر معنا، ما بغاوش يعطيونا الحقيقه، بغاوش يقولوا لنا شنو كاين. حنا هذه اكثر من عامين وحنا متضررين، اكثر من عامين وحنا كنتسناو الشقق ديالنا باش يوجدوا. كاينين فينا الناس اللي حوايجهم مليحين في الزنقه، كاينين الناس اللي ما لقاوش فين يسكنوا. دابا جينا عند الناس باش يلقاو لنا حل. حنا راه عاطين فلوسنا، حنا ماشي بغينا تعويض، حنا عاطين فلوسنا. اكثر من 20 وحده هما الناس ما واقفين هنايا، جينا بغينا غير حل، يقولوا لنا غير شنو كاين، علاش الشقق واجدين، علاش واش كاين شي مشكل يقولوا لنا، نعرفوا حتى حنا شنو غنديروا من هنا للقدام. واش المشكل فيهم هما، واش المشكل فين؟ هنا كنجيو عندهم كيقولوا لنا راه ما كاين حتى شي مشكل، راه الدوسي راه هو راه محطوط، ولكن راه حتى شي حاجه ما شفناها. حنا جينا اليوم بغينا هما يقولوا لنا غير شنو كاين. حنا راه فلوسنا عاطينهم، راه ماشي ما عطينا، عطينا فلوسنا، كاين فينا اللي سبق، كاين اللي خلص فلوسه كاملين كاش. بغينا نعرفوا شنو هو المشكل اليوم، هادشي علاش جينا كاملين الناس ديال الساكنه، بغينا نعرفوا شنو هو المشكل ديال هاد الناس هادو، علاش موقفين لنا هادي اكثر من سنتين. كنوجدوا الرساله اول واحد للناس المعنيه بالامر اللي باعوا لنا لي زابارتمون ديالنا، وعطاونا وعود باللي راه من هنا شهرين، من هنا 3 شهور. انا راه دابا راه عامين وانايا دافع، عامين وانا كنتسنى لابارتمون ديالي توجد، باقي ما شفت والو. من الناس اللي ساكنين هنا دافعه عامين هادي باش دافع عليهم الفلوس ديالي، وباقي ما سكنتش. كل مره تيقولوا لنا 15 يوم، شهر، شهرين، دخل هاد السنه من 2019 قالوا لنا بغينا نسكنوا في شهر 6، وما سكناش في 2019 في شهر 6، وقالوا لنا في الاول ديال شهر في 2020، شهر 1 في 2020، وما سلموش لنا في شهر 1، تيقول لنا شهر 2، شهر 3، دخل هاد الشهر اللي عطاونا اليوم في شهر 8 يسلموا لينا السويرتات ديالنا، وما سلموش لينا سويرتنا، وقال لنا سيروا عند الجماعه. وحنا ما شريناش من عند الجماعه، شرينا من عند الضحى. تنطالب من المسؤولين يديروا لافته لهاد الناس اللي متضررين بزاف، ويعطيونا سويرتنا نسكنوا في محلاتنا، حيت راه الله يكون في العوان، راه هاد كورونا راه هرست بنادم، وراه الناس هي كارين.
وما خدامينش. كنطلب من السيد الوالي يتدخل في هذا الشيء، لان الناس راه مشردين والله يكون في العوانة كاع عباد الله مكرفسين. انا عزيزه دافعه للضحى عام ونص هادي، دافعه لهم عام ونص هادي، وكنت راهنا طلقت الرهن ودفعت لهم، قالوا لي في شهر 3 ديال داك العام اللي فات، قالوا لي شهر 3 راه غادي يسلموا لكم، ما سلموش ليا، قالوا لي في شهر 6 ما سلموش لينا، قالوا لنا في شهر 8 ما سلموش لينا لحد الان. وانا طلقت الرهن خرجتني مورا الدار، يعني دوك فليسات اللي كنت راهنا بهم عطيتهم ليها، عطيتهم للضحى. من ديما مراكش الضحى، الضحى في الحانيت جي اش.